اسم فيلمي حلم. حلم هو قصة مبني على قصة حقيقية. قصة حقيقية واجهتها أنا شخصيا، كنت بارت يعني من القصة اللي صارت. حلم عبارة القصة عن عبارة عن طفلتين تجمعهم صداقة، وهاي الصديقتين يشاركون أحلامهم مع بعض، يشاركون يومهم مع بعض. في أشياء تصير في القصة، تطورات بحيث إن واحدة من الصديقتين تواجهها مشاكل عائلية. فإحنا راح نشوف خلال الفيلم هل هاي المشاكل العائلية راح تأثر على صداقتهم، تأثر على رؤيتهم إلى أحلامهم، هل ممكن إن الأطفال يكون عندهم أحلام أكبر من نحن ممكن نتخيلها، أنضج من اللي ممكن نحن نتخيلها. راح نشوف خلال الفيلم رؤية الصديقة إلى المعاناة اللي تشوفها صديقتها، اللي تعانيها صديقتها من عينها هي، من رؤيتها هي كطفلة. فالفيلم مبني على رؤية الطفلتين لهذه الأمور اللي قاعدة تصير حوالينهم، وليس رؤية الكبار إلى هذا الموضوع. الفيلم تصوير عادي بمعدات جدا متواضعة، ب 70D كاميرا كانون 70D و 60D، معدات يعني جدا متواضعة اللي احنا عندنا اياها، واخذنا رنتينج يعني من اصحابنا يعني اللي يقدرون اللي عندهم. ف التصوير كلش كان متواضع، بس طلعنا بنتيجة حلوة. أشياء الطريفة اللي صارت لنا مع التصوير إن إحنا في الفيلم في أرجوحة، هاي الأرجوحة معلقة على شجرة، علقناها وصورنا المشهد. طبعاً بعد كم يوم إحنا جينا عشان نصور المشهد الثاني وإحنا معلقينها فوق، جينا الأرجوحة انقطعت. إحنا كان صعب جداً علينا إن إحنا نعلقها، اضطرينا نختار شخص رجال يعني يجي يساعدنا وعلقها. فالحين لما انقطعت احنا في موقف جدا صعب، فاضطرينا ان احنا نوقف على حجارة، والبنات والتيم مالت طبعا كله بنات فجودوني، واضطرينا نربطها ونحاول قد ما نقدر ان احنا نكمل التصوير وما نرجع عنه. طبعا هذا الشيء لما جيت اسوي فيلم، هذا اول فيلم لي، فحبيت التيم يكون كله بنات. ليش؟ لأن حبيت قلت لهم إن مهما كانت النتيجة اللي بنطلع فيها، مهما كانت سيئة أو جيدة، إحنا نبي التيم كله يطلع بنات، نراوي الناس إن البنات ممكن إنهم يطلعون بشيء حلو، ممكن إنهم يقدمون فكرة ويوصلونها بطريقة حلوة. إحنا ما نحتاج يكون عندنا رجل في التيم عشان نكمل هذا الفيلم، خصوصا في هذا المجال، مجال السينما. طبعاً اللي نشوفه في مجالنا كله من الذكور، فإحنا حبينا إن نراوي الناس ونثبت لهم إن البنات حتى مهما كانت معداتهم قليلة، مهما كانت إمكانياتهم قليلة، بس إنهم يقدرون يوصلون شيء حلو وبإمكانيات معدودة وبقدراتهم اللي عندهم. طبعاً هذا مو تقليل من قدر الرجال أكيد، ولا تعالياً مني، بس حبينا نوصل هذا الشيء. طبعاً هذه الفعالية تعني لي الكثير، لأن حضرتها العام كنت من الحضور، شفت شلون الفيلم ميكرز قاعدين يبذلون قصارى جهدهم إنهم يوصلون شيء حلو بإمكانيات محدودة مع أنهم مبتدئين، وتشوف الأفلام تشوف شلون إنتاجها كان حلو وشلون شعورهم. فهذا الشيء كان يعني لي الكثير، فهذا الشيء شجعني إن أنا أواصل الفكرة اللي كانت موجودة في مخي وأطبقها. فهذه الفعالية طبعا لهم الشكر المنظمين والقائمين على هذه الفعالية، لأنهم قاعدين يساهمون في دفع الشباب على مواصلة الباشن اللي عندهم، الشغف اللي عندهم، عشان ينتجون برغم الشح المالي اللي عندنا، برغم الإمكانيات المحدودة، أنهم يوصلون شيء.